الرحمن الرحيم. على ذكر الحديث في معهد المحاماة، دعوني في البداية أنقل إليكم بعض شؤوني فيما يتصل بالنص الذي أضيف بالقانون رقم 147 لسنة 2019 صادر في سبتمبر 2019 بإنشاء أكاديمية المحاماة، ولا اعتراض لأحد ولا يمكن أن يكون لأحد اعتراض على أكاديمية المحاماة، ولكن كان اعتراضي ولا يزال أنه ليس يجوز أن يشترط للقيد في نقابة المحامين أن يحصل على الدراسة أولا في أكاديمية المحاماة وإلا ما جاز أن يتقدم المحامي حامل إجازة الحقوق للقيد في نقابة المحامين. البعض صفقوا لهذا العبث تحت مأرب أو غرض أنه سيترتب عليه تقليل تحجيم الدخول إلى نقابة المحامين، وفي اعتقادي أننا كما دخلنا نقابة المحامين ونمارس المحاماة في ظلها وفي رحابها وتحت حمايتها، ليس يجوز لنا أن نصادر على حق الأجيال القادمة في أن تلتحق بالنقابة دون أن نضع لها شرطاً غير دستوري. إجازة الحقوق هي التي يلتحق بها المحامي والمحامية بنقابة المحامين. الالتحاق بمجلس الدولة بإجازة الحقوق، الالتحاق بالقضاء بإجازة الحقوق، الالتحاق بقضايا الدولة بإجازة الحقوق، الالتحاق بالهيئة هيئة النيابة الإدارية بإجازة الحقوق. هذه قاعدة محكومة بمبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري. لا يجوز لواضع هذا القانون ولا لمن حرض عليه أن يخرج فيه عن مبدأ المساواة بحيث يوضع شرط إضافي على المحامية والمحامي لا مثيل له بالنسبة للالتحاق بمجلس الدولة والقضاء وقضايا الدولة والنيابة الإدارية. هذا إخلال بمبدأ المساواة، ثم هو إعاقة، إعاقة للالتحاق بنقابة المحامين. أعلم أن هذا القانون الذي قدم بليك في غيبة من المحامين ولم يناقش أحد ولم تتح لأحد فرصة مناقشته، بل إنني شخصيا رغم العمر الطويل في القانون وفي المحاماة لم أعلم بهذا القانون إلا بعد إصداره في مجلس النواب. هناك مآخذ كثيرة في نيتي وبالاتفاق إن شاء الله مع زملائي أن نجري تعديلات على النصوص الشاردة في هذا القانون، ومنها نص شارد حذف في المادة 36 الشرط الموجود من عشرات السنين أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح أكثر من دورتين متصلتين، وهذا فيه الكفاية ليفسح الطريق
لتعاقب الأجيال وتجديد الكوادر. هذه سنة الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام توفي وقبل ربه، فقام الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون بحمل الراية. السيد المسيح عليه السلام رفع إلى ربه، وهذا متفق عليه في الأناجيل وفي القرآن أنه رفع إلى ربه. ومع هذا لم تمت المسيحية برحيل المسيح عليه السلام أو برفع المسيح عليه السلام، وإنما تولى الدعوة الحواريون وانضم إليهم بولس القادم من قرابة روما. الحياة متجددة دائما، وليس يجوز في السلطة التشريعية أن تقبل هذا التحريض وأن تمد الفترة مفتوحة لتتيح لمن تقدم بالقانون أن يعاود ترشيحه بعد 19 عاما أمضاها في نقابة المحامين. الحقيقة ثمرت هذه التأبيدة في نقابة المحامين، إن جاز تسميتها بثمرة، هي أنه مشنون علي ليل نهار بتحريض لا يفوت بصيرا، لا لأنتقد. كل إنسان خاضع للنقد، النقد عبارة عن رأي بحجة ومنطق. إنما لعلكم إذا تابعتم المواقع ترون من هم في سن أحفادي يسبونني سبا قبيحا. عشت عمري الذي نيفت فيه الآن على 80 محل احترام العالم كله، وشيء مؤسف جدا، مؤسف جدا أن أسب من أبنائي وبناتي المحامين والمحاميات. هؤلاء دخلاء على المحاماة، وهم وراء التأبيدة وفوائد التأبيدة والسبوبة التي يحصل عليها في إطار هذه التأبيدة. أنا أتكلم بصراحة لتعرفوا وأنتم على أعتاب الدخول إلى محراب المحاماة أن المحاماة ستكون بكم، وأنه من المحال عبادة الأشخاص، لا محل لعبادة الأشخاص، وهذه هي النتيجة. لم أنتظر ما أريد تعديله في هذا القانون الشارد، تقدمت إلى رئيس الوزراء وإلى مجلس النواب رئيسه بطلب تعديل المادة التي تشترط للالتحاق بنقابة المحامين اجتياز الأكاديمية أولا، وخراب بيوت الأسر. هناك آباء وأمهات قاتلوا كما قاتل والد حمزي في القاهرة 30 ليتخرج الابن في الحقوق أو لتتخرج البنت في الحقوق، يقول له تعالى هتقعد 2 سنين في القاهرة تدرس أكاديمية عشان تخش نقابة المحامين. إيه الكلام ده؟ فأنا أدرأ عنكم ذلك، وعلى جثتي أن يبقى هذا النص على موعد. دعوني أكلمكم عن بعض خلاجاتي بالنسبة للمحاماة. حديث حر، وهذا الحديث قد يبدو أنه استعراض تاريخي، ولكنه في الواقع شحنة يجب أن تدخل في صدورنا ووجداناتنا لتدفعنا على الطريق. على مدى تاريخ مصر من أكثر من قرن من الزمان، كان خريج الحقوق وكان المحامون هم أبطال جميع المشاهد الوطنية والسياسية والأدبية والفكرية والصحفية في مصر المحروسة. بصوا كده في الزعماء الذين سطروا صفحات في تاريخ مصر:
مفيش حد ما يعرفش مصطفى كامل باشا، الزعيم الذي بعث الحركة الوطنية بعد الإخفاقات التي تعرضت لها مصر بهزيمة الثورة العربية واحتلال مصر بالإنجليز سنة 1882، الذي بعث الحركة الوطنية في مصر مصطفى كامل. لكم أن تدهشوا أن مصطفى كامل دخل كلية الحقوق خصيصاً كيما يقود البحث الوطني، مدركاً أنها أداة ضرورية ومعارف ضرورية ليخوض بها الغمار. التحق بكلية الحقوق أو مدرسة الحقوق حسب مسمى هذا الزمان، ومن اجتهاده بالتوازي التحق بكلية الحقوق الفرنسية في تولوز في فرنسا، وحصل على الإجازتين في عامين متعاقبتين. فكان الزعيم مصطفى كامل محاميا، وكان الزعيم محمد فريد الذي حمل الراية من بعده محاميا. سعد الزغلول قائد ثورة 19، هو وعبد العزيز باشا فهمي، لأن لما هتروحوا دار القضاء العالي هتلاقوا القاعة الرئيسية مسماه قاعة عبد العزيز فهمي. عبد العزيز فهمي ده نموذج نادر في الحياة الوطنية السياسية في مصر، يمثل الطهارة والنقاء والاستقامة. كان إلى جوار سعد في ثورة 19، وكان إلى جوار سعد في تشكيل الوفد المصري لإجلاء الإنجليز عن مصر. عبد العزيز فهمي لا يذكر سعد الزغلول أو عدلي يكن إلا إذا ذكر بجوارهما عبد العزيز باشا فهمي، رئيس محكمة النقض، شيخ القضاة، شيخ المحامين، وزير عدل، أول رئيس لحزب الأحرار الدستوريين، عضو مجمع اللغة العربية، قصة طويلة جدا جدا يزينها أنه عبد العزيز فهمي المحامي. سعد الزغلول رغم أنه من خريجي الأزهر الذين درسوا فيه، إلا أنه أدرك أنه يحتاج إلى دراسة الحقوق فدرسها وعامل بالمحاماة بعد القضاء. مصطفى النحاس الزعيم الكبير حقوقي ومحامي. مكرم عبيد نجم المحاماة في عصرها الذهبي محامي. نجم الوزارة وزير المالية في عدة وزارات متعاقبة، مكرم عبيد حقوقي ومحامي. وأيضا رئيس حزب الكتلة الوفدية وصاحب الصيت العريض جدا في تاريخ المحاماة. لو دخلت في الحياة السياسية هقول لكم في كلمتين، اللي عاوز يدرس الحياة السياسية في مصر والوزارات هيجد أن أكثر من 90% من رؤساء الوزارات منذ محمد شريف باشا، يمكن بتعدوا في وسط البلد على شارع اسمه شارع شريف. شارع شريف ده مسمى على اسم محمد شريف باشا الذي سمي في تاريخ مصر بأبي الدستور، أبو الدستور، أبو الدستور، أول من سعى لتأسيس مصر الدستورية وتبنى وضع دستور للبلاد. شريف باشا رئيس الوزراء أكثر من مرة، صاحب الصيت العريض، محامي. لو درسنا بقى على مدى 100 سنة هتلاقوا حضراتكم 99%، بلاش 99، فوق 90% من رؤساء الوزارات محامين. وهتلاقوا ان ما لا يقل عن 70% من الذين حملوا حقائب الوزارات المختلفة حقوق. فؤاد سراج الدين زعيم الوفد بعد مصطفى النحاس محامي، وهو محامي تولى وزارة الزراعة مرة
وتولى وزارة الداخلية مرة، وكان هو وزير الداخلية حينما قامت ثورة 1952. عبد الفتاح باشا الطويل المحامي صاحب الأضلاع القوية في المحاماة تولى وزارة الزراعة وتولى عدة مناصب وزارية وهو المحامي. خشوا كده على البرلمان ده من دور انا، لا انا بتكلم بقوله من 100 سنه اللي فاتت. هنيجي بس دي بقى هتتوظف في حته تانيه. انه رغم ان الثوره منذ قامت في سنه 52 تبنت طائفه اخرى في توليتها المناصب الوزاريه، انما جت لغايه المناصب في البرلمان ما قدرتش. صوف ابو طالب المحامي الاستاذ القانون، الاستاذ الدكتور رفعت المحبوب، الاستاذ الدكتور كامل ليله، الاستاذ احمد فتحي سرور، كل دول زينوا الحياه البرلمانيه لانهم محامون. وعشان حسين بيه ما يزعلش وحافظ بدل يعني انا طبعا بتكلم من الذاكره، وارد ان في حاجات تفوتني كده وانا برتجل هذه الكلمه، وسيما ان انا حريص كل مره اقول كلام مش مكرر عشان برضو تجمعوهم في يوم من الايام وتقولوا الراجل ده قال لنا كذا وكذا وكذا وكذا. هذا التنوع قوام المحاماه. نسيب البرلمان ونروح للفكر، الفكر والادب. توفيق الحكيم حقوقي، احمد بهاء الدين حقوقي، احمد لطفي السيد استاذ الجيل وشارح افلاطون وصاحب كتاب الاخلاق وثاني رئيس لمجمع اللغه العربيه محامي، محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر وقائد الثورة الذي ريم في مرحلة ما انكر دوره ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه اعتباره وأنشأ قاعدة عسكرية في الشمال باسم محمد نجيب. محمد نجيب نعم هو خريج المؤسسة العسكرية والكلية الحربية وتنتمي أمه إلى السودان، ولكنه حصل على إجازة الحقوق من مدرسة الحقوق الملكية التي صارت فيما بعد حقوق جامعة فؤاد الأول ثم حقوق جامعة القاهرة. حصل عليها سنة 1924 وحصل على دبلومين، واحد في القانون العام واحد في القانون الخاص. أول سكرتير عام مصري وعربي للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي خريج الحقوق والذي عمل أيضا بالمحاماة سنة خريج الحقوق سنة 1946. قلت لكم توفيق الحكيم، قلت أحمد لطفي السيد، طب نخش كده نفتش في الصحافة التي جمعت بين هذا كله. إحسان عبد القدوس الروائي القصاص الكاتب السياسي الوطني حقوق، محمد التبعي أمير الصحافة المصرية حقوق دفعة 1923، موسى صبري حقوق. عندما وليته هتجدوا المحاماة والحقوق تزين كل مواقعنا الوطنية والسياسية والأدبية والفكرية والوطنية. لكم أن تفخروا بأنكم خريجوا كليات الحقوق، ولكم أن تفخروا بأنكم بعد لحظات ستكونون محامين ومحاميات في رحاب نقابة المحامين.
إذا تذكرتم هذا سوف تنحتون الصخر وسوف ترسمون خطوطا بيضاء ليس فقط في تاريخ المحاماة بل في تاريخ مصر. مصر في حاجة إليكم والمحاماة في حاجة إليكم. دعائي إلى الله أن أرى فيكم الغد وأن أرى فيكم أمل المحاماة وأمل مصر. دعونا نحلف اليمين وقوفا سوف أردده عليكم، وأتمنى أن أسمع صوتا عاليا وأن أحس بارتجاج القاعة ونحن نردد معا هذا اليمين. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. خالص التهاني.